هذه القصة تروى عن وهب بن منبه، وقصة من بني إسرائيل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. يقول لك هذا ريال مليونير وبنفس الوقت ملك، وتحت حاشية يشتغلون ليل ونهار. يوم من الأيام قرر أنه يأخذ موكب ويمشي بين الناس. قبل ما يمشي بهالموكب ما عجبه لبسه، غيروا له اللبس مرة مرتين، هم ما عجبه من كثر الغطرسة والبطر والفلوس اللي لو تعدونها ما تخلصون. بعد ما لقوا له اللبس اللي يليق بمقامه لعوزهم بسالفة المركب اللي راح يركبه ويلف حول الناس فيه. الرجال مدلع نفسه. يوم مشى بهالموكب وهو بالطريق كان يعترضهم رجال أشعث أغبر فقير معدوم. قال فقير يا جماعة واضح إنه مستقصد المليونير، رايح له، رايح للملك. امسكوا الحاشية وخر ما وخر، الرجال مكمل طريقه. يوم وصل للملك كان يشوف الملك بازدراء واحتقار. قال له ايش تبي؟ قال له تعرفني؟ رد على الملك قال له فقير سألوك تبي الحين؟ قال له أبيك الحين تنزل من موكبك وبأخذ منك شيء بهاللحظة بهالأثناء. كان ينزل. يوم نزل كان يقول له الظاهر أنت للحين ما عرفني. كان يقول له منو تكون؟ قال له أنا ملك الموت، الله وكلني أني أخذ روحك. ريان انصعق يا جماعة من بعد الأنجهية والعنترة، وشايف نفسه وقوي وبموكب وكل الناس تحته، ويها صار أصفر. إلا ما قامت تشيله، ما هو قادر يرد، ما هو قادر يتكلم، ما أدري شو يقول. الكلمة اللي قالها تكفى، أبي منك طلب قبل ما تأخذ روحي، أبيك تخليني دقايق بس أرجع لربي، ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، دنيا خذتني. فرد عليه الملك، فرد عليه وقال له للأسف الله ما عطاني وقت إلا أني أخذ روحك. أخذ روحه وتركه وكمل طريقه. القصة يا الأحباب ما انتهت، لأن هالملك الله سبحانه وتعالى كلف أنه يأخذ روح شخص ثاني. أول ما وصل هالملك بيت الريال، الريال كان من أهل الله، قلبه متعلق بالمسايد، كان طالع ورايح يعبد الله ويسجد ويركع رب العالمين. يوم طلع من بيتهم رايح للمسجد تفاجأ بهالريال، سلم عليه، رد السلام، قال له وين رايح؟ قال له رايح للمسجد. قال له بقول لك شيء، عرفتني؟ قال له لا والله ما عرفتك. فرد عليه وقال له أنا ملك الموت. الريال قام يبتسم فرحان مستانس لأنه على طاعة. قال حق ملك الموت أبخاطري طلب بسيط تحقق لي. قال رب العالمين كلفني إني ما أخذ روحك إلا وحقق لك أمنياتك. سبحان الله، أول واحد ربي ما أعطاه ولا فرصة، الثاني ربي دلعه وقال له شنو تبي؟ شو اللي يرضيك قبل ما أخذك؟ أمنية حياته يا جماعة إنه يسجد لله سبحانه وتعالى وملك الموت يقبض روحه. أقرب ما يكون العبد وهو ساجد لله. كثر الناس الحين ينفتنون بالمشهور، باللي عنده فلوس، مثل ما قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. لاحظتوا نهايته؟ ما منها ولا فائدة، لا الموكب فاده، لا الحاشية فادته، ما حد فاده إلا عمله الصالح اللي قدمه. ناس والله عند الأوادم مو معروفين حتى أسماءهم ما يعرفونها، لكن عند الله لو يقسم على رب العالمين لا أبره وأعطاه اللي يبي. سبحانه وتعالى يقول وهديناه النجدين، اختيارنا بإذنه، والدنيا جسر موصل لله سبحانه وتعالى، إما يرضى علينا أو يغضب علينا.